فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. تحية ليك زميلي الأخ البريش. نقول ممكن أقول معا معا في هذه القمة في كلاسيكو الشرق الأوسط في أقوى دربيات المنطقة الخليجية ومن أقوىها على الصعيد العربي، لما يقترن الأمر باسمي الهلال والعين ستكون أكيد مباراة ينتظرها الملايين، ينتظرها عشاق كرة القدم وأحباء المستديرة. إذا أصدقائي المشاهدين أحباء النظارة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. زوران ماميتش الكرواتي 46 سنة مدافع دينامو زغرب يعود للسعودية من خلال بوابة الهلال، لأنه كان من سنوات في الأشراف الفني لما دخل الخليج عبر البوابة للشمس العالمي النصراوي، عمل سنوات ممتازة في العين بألقاب وخاصة بتاريخ من خلال الوصول لمباراة النهائي، ولديه صافة المونديال الفريق العناوي بعد ما زاح فريق الريفر بليت الفريق الأرجنتيني العريق. أيضا في الدكة المقابلة العين بعد خروج ماميتش يستعين بماتادور إسبانيا خوان كارلوس غاريدو مدرب معروف في 2011 في الليغا مع فريق الفيريال الغواصات الصفراء، ومعروف في المنطقة العربية في إفريقيا وهو التجربة لي في الخليج، لأنه أسبق وأشرف على العارضة الفنية لكل من الأهلي القاهري ببطولة الكونفدرالية 2014 و2018، غادر الرجاء بعد أن حقق أيضا السيسي أو كأس الكونفدرالية في القارة السمراء. نواف عبد الله شكر الله من سوسة الساحلية الجميلة السياحية التونسية، ونصف نهائي أبطال العرب بالتالي أفاقها متسعة جدا، وكل نقطة بحسابها لكي لا تشكيلة الفريق العناوي. لحراسة المرمى الدولي خالد عيسى يلعب، جيوتاني على اليسار، محمد فايز بالفنيل 14 على اليمين، وسط الدفاع ثنائي الخبرة المخضرم في الانتظار. اليوم بدايات واسعة والكرة في الانطلاق وركنية أولى في 2017 0-0 وخسر 6 مرات. هنا كرة والهدف الأول يضيع، مش ممكن الأول كرة. هذا الهلال، هذا هلال البطولة مين يطولة، والكرة تمشي بند الأحبابي، موعودين مباراة كبيرة، مباراة ليفل عالي. ترجع الكرة مرة أخرى على لمسة يد ضد الزعيم، ولو أنه مباراة الزعماء من سترشح ومن سيغادر، صعبة هي الترشيحات، كل الفرق بنجومها بأسمائها برجالها بكبارها. الفريق العناوي والهلالي فريق الجلاله تداول من الهلال، تمشي كورة الشيطاني والكرة بعيدة من الياباني. باسل جوفينكو يمشي، جوميز جول، يضيع الكرة جوفينكو، جوفينكو جوميز والاسمراني نو جول. مش ممكن، مش ممكن. قوي جدا هذا الهلال، هذا الهلال قوي جدا. ما تضحك ليش، ما تضحك ليش، لانه جمهور الهلال قلبه ينزف دم. ادواردو، ادواردو جوميز، جوميز وتويلا عندهم قصير 1.63 والكرة تمشي للزعيم، يلعب الكرة عرضية خطيرة والراسية من الدفاع والركنية. الهلال وكأنه يلعب العين بالرياضة. قدم عن طريق جوفينكو الايطالي، وسع كرة خطيرة، ترجع كرة خطيرة ممتازة للحارس. اي 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 اي، كرة أخرى قريبة لهز الشباك، كرة أخرى قريبة لهز الشبكة. شوف سيباستيان جوفينكو ترجع كرة من الدفاع من مهند، يضرب الكرة. أتكلم على لغات الكرات من الذهب للفضة للبرونز، وسر وأتكلم عن دام الجابر في الانتظار، هنا هجوم يمشي هذا الجيل، كرة أخرى خطيرة وتشوفينكو تعادل في 4 وخسر 5. الهلال آسيويا، أول العين خطيرة وكرة صعبة وترجع جول. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ربع ساعة عالمية ناقص فيها للهدف، كرة تدور يمين ترجع من اليسار، تمشي للعمق، تمشي سنترال. أيو هلال، أيو جلاتيوس، أيو دريم تيم. شوف الكرة، والكرة للزعيم العناوي البنفسجي كبير القطارة، عنده كرة والكرة
ترجع كرة واحدة جوميكو خطيرة يعرف فيها المرة هذه ما ضيعهاش. لا ضيع التسلل التسلل برفع الراية. هذه جوميز ما تساروش يضيعها. فرصة أولى فرصة ثانية جوميز الجول. الكرة تسلم تمشي عن يمين باندر لحبيبي. الله الله الإيطالي مهم جدا يعطي باس وأوفسايد داخل. للمرة الثانية التسلل على جوميز. كرة مرة أخرى خطيرة خطيرة وشانس فما كرة وتوزيعة خطيرة وبرافو برافو برافو سمعت الهلال. ركنية ركنية جديدة ركنية جديدة للفريق الهلالي. كرة ترجع من ركنية ركنية الكرة الجديدة 2003 على البكتير والساسانا 3-0 في استاد القطارة بعد الخسارة بأسبار. هي في الأهداف ما زالت الشباك متمنعة خاصة على الهلال. خوان كارلوس جاريدو خوان كارلوس جاريدو نشوف انه اداء العين سيتفع. خوان كارلوس جاريدو معروف عليه برشا تحفظ برشا تكتيكي على الطريقه الاوروبيه على الطريقه الاوروبيه يحسبوا برشا. يعني يقول لك العبره بالنتائج والعبره كما اذكر دائما بالخواتيم. شيوتاني في فاول جديد لعب عربيه 6 بطولات اسيويه بالتفاصيل 2 في كاس الابطال 2 لكاس الكؤوس. كوسبرغ ماركوسبرغ ايو كوره السويدي ولد الفيكينج يضيع كوره يضيع الكوره الماركوس طويله الدفاع خطيره وماركوسبرغ الكوره برا. اول كرات كارلوس جاريدو ونادي العين على مرمى معيوف للزعيم العناوي. والكرة مرة أخرى على طريق ريان ياسلم البحث عن بيرغ والكرة جدا كان من أفضل لاعبين في المونديال باندر لحبابي. والكرة في الركنية بريك خطيرة ممكن البحث عن جوميس أو جوبينكو يمشي خطيرة اللازال واحد شهر يناير الماضي تمشي كرة ركنية على القائم الثاني خطيرة وحارس معيوف وخطر يا عبد الله فاول يستفيد منه عبد الله معيوف خطأ كان ضد برمان. والكرة ترجع للسوبرمان عبد الله معيوف يمشي كرة من ركنية ركنية للعين على القائم الأول بالرأس يمشي جوميز خطيرة جوميز جوميز وركنية جديدة ركنية جديدة من جوميز الفرنسي. جوميز فرصة أخرى ضاعت فماش تسلل شوف كسر التسلل اسماعيل ثاني ما تمرش يطالب بلمسة يد ترجع له حظ ثالث والكرة في الركنية راح يعدي بسهولة ويوزع كرة والرأسية من ماركوس ماركوس بيرج. نعم هو السويدي الدول السويدي يضرب كرة جانبية للحارس معيوف مراوغة ممتازة باندر الأحبابي قلت يلعب تونجا دومبيا خطيرة منطقة الجزاء يلعب ماركوس بيل ما فما شيء والحارس اختيرة جوفيكو الكرة ترجع مرة أخرى الشوطة والحارس عيسى كله خالد عيسى يوقف كرة جوميس. شوف الكرة جوفيكو الإماراتي عن طريق باندر باندر شاد كرة بعيدة ضربة مرمى للحارس جوفيكو سيباستيان جوفيكو خطيرة وكرة مش ممكن ضاعت مرة أخرى على جوميس. فرصة أخرى ضاعت على الهلال كرة الإيطالي للفرنسي بين الألب كرة كانت بالمليمتر بالمقاس ولكن قوية شوية قوية شوية. شلهوب شلهوب يعطي باس كرة جوفيكو طويلة والدفاع من مهند سالم مهند سالم يعود يلعب كرة جوميز يعطي باس خطيرة وفرصة والكرة على القائم مش ممكن مش ممكن ما أدره كارلوس إدواردو. الكرة تدير ظهرها مرة أخرى لزعيم السعودية نادي الهلال مش ممكن على الكرة مش ممكن كرة 1-0 جوميز في هذه الظروف وفي هذه الفرص المهدورة من فريق ماميتش زوران الهلال وانو الهلال خاسر 2 والكرة مرة أخرى العارضة مش ممكن جوميز مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن إدواردو قايم وإدواردو عارضة وإدواردو حديدة نمرو 1 وكارلوس حديدة نمبر 2 مش ممكن إدواردو والكرة رجعت من العارضة رجعت من العارضة. هذا الهلال سيكون ناري سيكون ناري لو كان اعطاها للشلوب كان يكون راس راس. واحسب واحسب جميل كرة واحدة اسرار من فايد كرة ممتازة شهراني شوت والكرة كرة تمشي مرة اخرى التوزيعة والعرضية والتسديدة والهدف لا مرة اخرى يتألق خالد عيسى خالد يا خالد عيسى يا عيسى انت خالد يا عيسى مش ممكن مش ممكن. شوف الكرة شوف الكرة كيما رجعت من مهند باف سجل 9 اهداف على البيانكو ناري على القائمة
مرة أخرى 1-0 الشلهوب، 1-0 الموهوب، 1-0 للزعيم الأزرق. قلت لك هذه كرة الهدف لأنه واضحة يا ماميتش، لأنه واضحة يا زوران، لأنه واضحة يا أولاد زوران، لأنه واضحة لأنصار فريق زوران. الكبير الهلالي يروضها بالحديد والنار. 1-0 تمنعت مرات وضربت في القائم والعارضة مرات.